يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، الإسكندرية 32-24، مطروح 30-23، بورسعيد 33-25، والإسماعيلية 35-24. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25، العريش 32-24، طابة 33-26، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 39-28. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 28، أسوان 40-28، الوادي الجديد 39-27، حلايب 34-30، وأخيرا شلاتين العظمى 37 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.